تصبر في الله. انا مرحبا، انا جاي، انا جاي. السلام عليكم خوانو، لاباس؟ لاباس عليك. نحفظك. الله يسخر. كي داير مزيان؟ كي داير الاجواء؟ السوق راه مليح. مليح الحمد لله. ولا كيقراتي شويه، داكشي علاش مزيان، ولاو الناس كبير. كيقراتي شويه. انت بخير. الحمد لله. هذه فيد الكساب ولا يد البيع والشراي هذه؟ يد البيع والشراي. يد البيع والشراي. دابا البيع والشراي هو اللي تيحس الواحد اللي هو اللي كيحسب بالسوق شنو فيه. سيدي دابا اللي كيحسب بالخير الا كان غير الخير تبارك الله. الحمد لله. كيزيد حفاش بقات تبارك الله؟ 2600. 2600 داك ما زادوك شهر معلم. 2600 اخويا. الله يسخر تبارك الله. 1130 درهم. وني المليح جودها كاين الزين. 2600 اخويا. 1130 جملة كلها غير كوردة وحدة وفيها 37 راس. 37 راس ديال تيم حديد. ديال تيم حديد. الله يسخر. شحال قلت لها البيع؟ وإلا عطاونا غير ثلاثة يقدر يقنعنا الخاطر. يجيب الله. حيت حنا السوق رخا. بغينا ثلاثة ونص. إلا عطاونا ثلاثة وقنعنا الخاطر نبيعوها. يجيب الله تيسير. الله يسهل الأمور. يا ربي. الله يرحم الوالدين. الله يخطب. أبا دابا غادي تشد، غادي تحسب عليك. أما سيدي. غادي تحسب عليك. ها درتي لي شي ضربة ولا شي حاجة غادي تحسب عليك. داكشي اللي كاين. الله يسهل. سير من هاد الجيبة شوف مع الشمس هو هذا. غادي نصور. مرحبا. فراس النهار. فراس النهار. تبارك الله الله يسخر. المرقد هادي منين هادي؟ المرقد ديال كيكو. كيكو تبارك الله. الله يسخر. كي داير السوق كي داير الاجواء؟ شوي السوق مزيان المهم في هاد الساعة ولكن بدا السوق شوية كينقص. بدا تينقص شوية السوق. كينقص شوية 50 درهم في البياسة. 500 في الراس وصافي اللي غادي ينقص. هذا الشيء اللي كاين. دابا هذا النقص يحس به الكساب البيع والشراء ماشي الكساب ما الكساب هو راه تيدخل داك الشيء اللي وصل ليه السوق تيبيع. داك الشيء اللي كاين. الله يسهل. دابا السبايبي شويه ناقصه عنده القضيه. ناقصه عنده القضيه. دابا كاين بعض الاخوان تيقول لك دي السبايبي هو اللي دار هذا الشيء. 23 و200 شحال؟ 1160 درهم. قلت لك البعض ماشي زال البعض الكثير تيقول بان زعما السبيبي هو اللي خلى هذا الارتفاع. واش بصح ولا ماشي بصح؟ شوف الرقم شوف الرقم. تبارك الله عليك لاباس. الله يسخر. جاوبني على السؤال. نعم اسيدي. قلت لك الكثير تيقول بان راه السبيبي هو اللي زعما خلى هذا الارتفاع في الثمن. شويه شويه ماشي ما 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 باش اللي تيبيع يشري هو اللي طلع الثمن. لا 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 السوق سوق طالع السوق طالع 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 طالع. كان كيلو كان الدراهم 5000 دابا ولا ب 10000 هكاك نص تزاد كلشي تزاد. كنا كنجيبوا الطون ب 50000 دابا ولا ب 100000 وين غنردوا داك 50000 اللي زايده؟ هذا الشيء اللي كاين تزيدها على الغنم. كان البر ب 400 دابا ولا ب 800 والبالا ما توكل لك والو. شنو غادي توكل لك؟ حتى تحلها حتى تقادر. ما كتعطيش كتير بغا كتاكل تبر ولا 18% 18% غتعطيها 30 راس غياكلها صافي وخصو العشية ما ياكل خصو باش يتعشى. خصو باش يتعشى عاود. يا والله يدير الخير. كان عيطوا الله. لا اله الا الله. شكرا شكرا على الجواب ديالك. الله يخطيك. ويشوفوا من حالتنا. اللهم امين. وكنطلبوا من المسؤولين باش يعطونا شويه الدعم بعدا. شويه ديال الدعم. الفلاح راه خصو الدعم. واش غير بعدا غير. الا ما كاين الدعم راه مشات النعجه. ما كاينش دعم في هاد الايامات ديال الجفاف. ما كاين والو. الدوله يطيحوا شويه في العلف. اولي دعم. يطيحوا شويه في العلف. ونتمنوا من الله تيسير. نطلبوا من الله. يرحم والدينا. الله يدير الخير. الله يرحم الوالدين. الله يخطيك. 23 و200 قلتي. 23 و200 شحال قلتي لها البيع؟ شحال تتقول البيع؟ 25 1250 باش خاطر. ودابا باش ما باع الكسامة ما مخرج. ما مخرج. واخا يبيع حتى ب 25 ما مخرج. إي وليدي يلاه. والله يدير الخير الله يعاونكم. الله يرحم الوالدين. الله يسخر. تبارك الله. يعني الإخوان جواب على حساب السوق. غالي اني صراحه الاخوان الكساب الله يكون له في العون صراحه حتى البيع والشري تاعو الله يكون له في العون. انسان راه نديرو مثلا غير لاشاط لك 15 الخروف ولا 20 خروف هي باش ديها انت محديت لازرو خصك 150 ريال للراس زيد عليها متاكل زيد عليها بزاف ديال الحوايج. والبيع والشري الاخوان يعني هو الوحيد اللي على الواجههم ومتعرض كما تنقولوا جميع الاخطاء. كان الامر تتجي فيه كان بزاف ديال مدريش. اللهم يسر نشوفوا هاد البركه. فاش بقات خلينا هادي
السلام عليكم. 26 و 200 هذا غير الصاص بارك الله. ها؟ الصاير قول لي. هي من دابا. الناس كتشكي لها غالي العيد، يجي دابا يقابلوا من هاد الوقيته حتى لديك الوقيته. شغل غادي ياكل. نخرج في 60000. دابا انت راك ما عرفتيش علاش نهضر، ملي جاي تنهضر. فاش جيت عندك راه بحال تكون تفاهمين انا وياك. ايوا على هاد القضيه هادي نيت اللي بغيت انا نوصل لعباد الله. لا لا خطيك الله يرحم والديك. يا والله. قول اجي. يا والله. اجي قول اجي غير قيد. راه كانت ب 30 حتى ب 26 و 200 دابا راه ما مسلكش. ما مسلكاش. راه يخلي فيها مولا. خلي فيها. دابا السوق رصا شويه. ايوا شي شويه تاخذ واحد شي 50 درهم. 50 درهم 100 درهم تبارك الله. ويجيب الله التيسير. هذا هو اللي. الله يدير الخير اصاحبي. الله يكتب مكاتبك. حقيقة المغاربه يشكي ويشكي. يشكي ويشكي. واخا حتى بدرهم. ها؟ واخا حتى ب 20 يقول لك غالي. غالي. ايوا اجي. يا وليدي. شكون اللي غادي يوصلوا لهذ الوقيته؟ مازال له 9 شهور ولا؟ مازال له 9 شهور. 9 شهور شحال غادي ياكل؟ الحبل طويل. ويلي. قاطع الجبد. اللي قد عليه. يا وليدي صراحة عندك الصح. إيوا المعقول. لا واش نكذب عليك؟ أنا كانت عندي الغنم كان عندي هذه ولكن مع عمري سرحت يعني شي حاجة رسمية وسرحتها بيدي تعطيني واحد هذا سرحت. ولكن هذا العام هذا ما سرحت بيدي وقابلت هذه حتى توكلت هذه الخروف ما تيبغيش يكبر ما كيبغيش يكبر حتى كيبر شي شويه حتى كيبر شي شويه ما في الصيف كاع ما تيبغيش يكبر كيبقى هكا تبقى جار معاه يعني صراحه تنعطي الدرابو انايا تحياتي لهذيك الساب تبارك الله اللي يطلع الخروف ويزين تبارك الله اما العياد داكشي باش ما الدهر رخيص راه رخيص عليه صافي يعطيك السر جيونيش قال لك الجماعات غني واحد واحد ما يغنيش واحد ما يغني الجماعه والله يدير الخير الله يرحمه ايوا الا مشى هذا الشيء يطيح صافي راه كلشي هذا كلشي غادي يوصل كلشي غادي جيونيش دابا راه الكساب راه باش ما باع الخروف راه ما الكساب الا انت الكساب كلشي انت كلشي انت ايوا نيش هادشي لك والله الجزار دابا كتلقاه في كازا حل محل حتى هو وهذا راه من الكساب كيترزق من الكساب كلشي كلشي من الكساب من الكساب الكساب هو العوينه الكساب الا نشفات العوينه الا نشفات العوينه كلشي مشى الكساب كلشي مشى شري ما عرفت فين ما مشيتي لا في الرباط لا في كازا لا في طنجه لا في تطوان لا جميع المدن ديال راه في المارشي حتى هو راه كياكل من الجزار لا البقري ولا الغنمي ولا العنزي ولا يعطيك الصحه الله يرحم الوالدين اما العيد راه تيفوت باش ما يا بنادم على دور العام ما غاديش يجمع باش غيشري العيد غير يموت هادشي ياك الزيت رخيصه الزيت رخيصه زيت الزيتون ولا زيت زيت العود زيت العود كلشي ديال العود هاي يبقى ينقص من الزيت ويشري العيد اييه ايوا والله يدير الخير اصاحبي دابا راه كلشي زاد المواد الغذائيه تاعي كامله زاد بحال دابا هاد الماركه ديالي راه كتكون دابا ب 22 20 دابا راه تزاد حتى هي زاد راه تزادت واحد فيها واحد 50000 فرانك حتى هي على حساب العلف على حساب العلف هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اللي خطير انا بالنسبه للعياد دابا راه ما تجبد 9 شهور انا نعطيه له كاع فابور غير يردوا كما غير يتهلا فيه نجيبوا لنا حولي اللي كيوزن 50 ولا نجيبو نعطيوه النيت يوزن 50 ويعطينا حتى حنا 64 ولا 70 لا لا خطيك شكرا الله يبارك فيك لا شكرا لك صراحة الإخوان كلام شيق شحال الكرة شحال؟ كرات كرة فاهمني غير واحد المسؤول هذه فيهم نتوما وحدة 24400 يعني الإخوان خطا كلام كما تنقولوا في الصميم تحياتي للعياد وتحياتي لاي واحد يعني صراحه الاخوان نظره ديال المعقول اللهم يسر تبارك الله عليكم الاخوان تحياتي لكم ما تنساوش الاخوان تفعلوا معنا في القناه الناس اللي وصلوا معنا حتى لهاد الدقيقه هادي خليو لنا البصمه ديالكم تبارك الله عليكم من سوق خميس تيم حضيت بتاريخ 3/11/2022